معايا عبر الهاتف المعلق الليبي الكبير، واحد من افضل المعلقين العرب يمكن على مر التاريخ، الكابتن الكبير كابتن حازم الكديجي. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، سعداء جدا بتواجدك معانا. حبيبي حبيبي يا كابتن كريم، كابتن كريم رمزي، انت من الاسماء المتالقه واللامعه، وانت شرف. عندما تظهر وتتلألأ من سماء مستير وتلفزيون مصر صاحب الرياده، هذا شيء عظيم، وهذا كان لي شرف كبير ان اكون داخل هذه المؤسسه قبل 13 او 14 سنه عندما علقت ايضا مباراه مصر والجزائر في استاد القاهره، فكان لي شرف عظيم، فبعتبر مستير وهذه مدرسه الاعلام العربي اللي علمت الكثير من الاعلاميين العرب في كل يا فندم. دايما نتشرف بيك، وبصراحه كده من الاخر يعني قبل ما اسالك على ما حدث في حكايه ليبيا ونيجيريا، اقول لك ان انت وحشنا جدا، وحشنا صوتك، وحشنا صوتك في كتير. يا رب يخليك، يا رب، يا رب يخليك، وحشنا صوتك في كره القدم المصريه وتعليقك على المنتخب والانديه المصريه. مصر دي ام الدنيا حبيبتي، رب يحفظها قياده وشعبا، ورب يحميها، ونهنيكم ايضا بمناسبه انتصارات اكتوبر، دائما يحفظ شعب مصر وجيشها العظيم ان شاء الله وقيادتها يا رب. اشكرك كابتن حازم. طيب رايك ايه فيما حدث في الساعات الاخيره ما بين الجانب الليبي او المنتخب الليبي والجانب النيجيري او المنتخب النيجيري؟ انت ربما تتطرقت للتفاصيل القصه وحكاياتها من بدايتها، وانا اتفق معك لحد كبير لما ذكرته. نعم، انت عارف الوضعيه اللي قيمت فيها المباراه في نيجيريا في المره الاولى، والحاله اللي شرحتها حضرتك وتفضلت بها للمشاهدين. نعم، تعرض المنتخب الليبي لأسوأ معاملة سيئة جدا، لكن الغلط اللي كان للمنتخب الليبي الذي لم تكن له مساندة من الاتحاد كاتحاد ليبي، للأسف الشديد الفريق الإداري وعدم وجود طاقم إعلامي لأخذ وتقديم الشكوى وعمل منها بلبلة في حينها. لكن الوضع بعد ما فيز المباراة، وانت الزمن بين المباراتين قصير جدا 4 أيام، فكان أيضا الشارع الليبي انعكاسات لما حدث لمنتخبنا في نيجيريا، يعني انعكاساتها في الشارع كانت كبيرة جدا والدنيا سخنة يعني، فالوضع كان صعب جدا. فردة الفعل ما كانتش مطلوبة. أنا عبر صفحتي في فيسبوك قلت مفروض نستقبل المنتخب النيجيري أحسن استقبال، أحسن لمن أساء إليه. لماذا؟ لأن منتخب نيجيريا مدجج بالنجوم، يلعب في كبرى الدوريات الألمانية، لوكمان في أتلانتا وهداف باير ليفركوزن، واحد ثاني هداف ليستر وفولهام، أسماء كبيرة، وأوسمين قاعد ما جاش ولكن يساند فيهم، قوة مدججة عبر التواصل الاجتماعي الانستغرام، عندهم الملايين من المتابعين، هججوا عليك العالم او سخن عليك العالم كله، فاستغلوا هذا الوضع بشكل كبير. نعم، الخطا وقع في الاتحاد الليبي اللي ترك الامور على الغالب وقاعد مهتم بالجمعيه العموميه في طرابلس، ومش مهتم بما يحدث في المنتخب الليبي من هذا الوضع. فالعمليه انا حذرت منها، وهذا ما قلته، لا مزايدات في الوطنيه، لابد ان نعلم جيدا نحن نواجه فريق مدجج باسماء ثقيله اعلاميا، هم يوصلوا هذا الموضوع ويشكلوا ضغوطات حتى على الكاف وعلى الاتحاد الافريقي. الكل يقول، يظهر احد اعضاء اتحاد الكوره او العاملين بتاع الكوره يقول لك لا الكاف مش هيفرض علينا عقوبه، لا ما تنيمش الموضوع، نيجيريا مولع الدنيا عليك، العالم كله مولع علينا الدنيا للاسف الشديد، وانت شفت البيان اللي اظهره الاتحاد الافريقي في اشاره واضحه ان هناك عقوبه ستاتي علينا طبعا. هذا واضح، انا مش مع التصرف هذا، هذا انكره، لان كره القدم هي الشعوب تعارف لابد ان نكون. نيجيريا نعم افريقيا، وشهدنا فيها مساوي كثيره في انتقالات الانديه او المنتخبات، ولكن انت ما تجدش الشيء الاسوء او تعمل السمعه الاسوء انعكاسها على البلد يكون اسوء. انا بقول ربما بعض الليبيين يختلفوا معي يقولوا لي ليش تقول الكلام هذا، لكن الحقيقه لابد نقولها، التصرف كان خطا، لان الحقيقه لا توجد اداره احترافيه في كره القدم الليبيه، وكل تركها، ما فيش حتى وزارتنا وزاره الرياضه تاركه الحابل على الغالب، يعني تاركه الامور سداح مداح.
الامور بطبيعه الحال انت اشرت وقلت عليها، الخاسر الاول والاخير هو الكره القدم الليبيه ومنتخب الليبي. هذا صحيح. انا اتفق معك فيها. صحيح. اللي بيزعل يزعل، لكن هذه حقيقه لا مزايدات في الوطنيه، لابد ان نعترف، لان نحن عندما نواجه فريق بهذا لو كسبناه من حيث الاستقبال احسننا لمن اساء الينا، سيكون ردة فعل جميلة على بلادي بشكل أفضل وأحسن. هذا ما كنت أتمنى، ولكن كما قلت ليبيا تقودها مجموعة سيئة في كرة القدم في الاتحاد، وأنت تعرف مشاكل اتحاد الكرة والكوارث التي تحدث في كرة القدم الليبية، هي أضرت بالسمعة الكرة الليبية وأضرت بالأندية. الشناني هو الذي حطم كرة القدم الليبية بتشبثه وتمسكه وفساده في كرة القدم الليبية. هذه هي النتيجة، وهذه هي الآخر ختام يكون بهذه الطريقه للاسف الشديد. ويظهر احد اعضاء اتحاد الكره يقول لك لا مش هنتعرض للعقاب، ما متى انت شايف العالم هايج عليك، الصحف العالم، نيجيريا 170 مليون نسمه هايجين عليك، العالم كله بنجومها عندهم الملايين في حسابات التواصل الاجتماعي طبعا. والوضع طبعا. سيء جدا للاسف الشديد. نتمنى ان يكون الاتحاد الافريقي رحيما معنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب